المشكلة الأساسية كانت قبل الأزمة الأخيرة وانقطاع الكهرباء شبه الكلي، كانت هي تلوث أكثر شيء من السيارات، يعني النقل هو اللي بيلوث. النسبة الأكبر من مصادر التلوث تجي من السيارات، خاصة أنه عندنا سيارات مستعملة وعمرها فترات طويلة وما في صيانة جيدة وما في مراقبة حتى جيدة. عم نحكي هيدي قبل 2020-2019. هلأ زادت آخر سنة سنتين هالاستعمال المفتوح للمولدات الكهربائية، وعم نحكي نحن صارت المولدات موجودة بكل الأحياء، فاقمت هذا الموضوع خاصة من ناحية نحن عم نحكي عن الحرق، وأوقات بيكون هذه المولدات كمان ما فيها هذه الصيانة اللازمة، بيصير في حرق غير مكتمل، بيصير في جزيئات غير التلوث تبع الشحطار اللي بيطلع اللي هو بنشوفه، اللي بيخوف أكثر هو اللي ما بنشوفه اللي هو ما بنحسه ما بنشمه، هذا الجزيئات هي الأخطر، وهيدي أثرها الصحي كتير خطير على أمراض سرطانية خاصة، ونحن عم نتبعها كوزارة ضمن يعني دورنا لنمنع هذا التلوث. كيف؟ ونلغي في قرار طلعته الوزارة، عم نحكي قبل الأزمة الأخيرة، كيف بتعلق كيف بنحط نوع من فلاتر بدائية لتخفف قدر الإمكان. كنا عم نقول وقتها أنا ذاك الوزارة أنه هذه المولدات بتشتغل بفترات منا طويلة، يعني عم نحكي أنه ممكن تكون ساعتين من النهار. هلأ مع هذا الوضع حالياً عم نطلع قرار تنظيمي، نوع من معايير جديدة خاصة للمولدات الكبيرة فوق ال 200 أو 250 كيفا لتحط فلاتر، وتكون في طريقة مختلفة طريقة متطورة. هل كمان يعني اللي بنسميها النافعة بلبنان أو وين المعينة الميكانيكية، لأنه كمان إضرابات وإقفال، هيدا بيأثر على إيه؟ أكيد، لأنه في كتير ناس عم بفكوا يعني هذا الكونفرتر اللي هو بسموه ديبول بيئة، اللي اسم البيئة بسموه يعني، وبيبيعوه لأنه في بعض المواد اللي بتنباع. ما عاد في تشييك وإشراف على السيارات، كله بيمشي على الطريق سواء في معايير سلامة. في معايير، ورا الأزمة كمان صيانة السيارات عم تتدنى وعم تتراجع، ونوعية السيارات عم تعتق أكثر وأكثر، وهذا أكيد رح يفاقم موضوع التلوث. نحن قدمنا وهذا بقانون الموازنة الماضي إنه تعفى سيارات الكهرباء بشكل كلي من الرسوم ومن الجمارك. قبله مشي حالهم؟ مشي حاله، ومش هيك هلا صرنا نشوف سيارات كهرباء، لكن هي المشكلة بدك مصدر كهرباء. بدك كهرباء تشرب. مصدر كهرباء، هلا البعض صار عم يستخدم طاقة شمسية ليشرج السيارات، وحاليا في مستثمرين، وهذا اللي أنا بدي أقول لك إياه، مش دائما هي الموازنة الأساس، نحن وزارة ناظمة، نحن وزارة بننظم أمور الناس والبيئة اللي بتحمي صحة الناس.